الاسم الكريم؟ محمد المقبل. ما هو اختصاصك؟ استشاري اسعاف الخال. الحاله الاجتماعيه؟ متزوج. مهاراتك العلميه؟ البورد الامريكي والبورد الكندي بطب الاطفال. حاله من الحالات الخطره في التدخين التي مرت عليك في حياتك العلميه العمليه؟ الحالات طبعا عند الكبار اغلب التدخين تاثير على الكبار لان انا طب اطفال، لكن الحالات كثير اللي زي الربو وحالات ضيق النفس وحالات الفشل الرئوي. وماذا تنصح الطلاب المدخنين؟ انهم يتركوا التدخين على طول بدون تفكير لانه يؤدي الى الموت عاجلا او اجلا. نشكرك على هذا المقابله. الله يسلمك، يلا موفقين ان شاء الله.